والجنوب تحرر ايه وتلو تحرر القرقيرات هم القرقيرات دقيقة قلمي هذا البشير مكمل عندك الصوت عندك الحس عندك مشكل في الصوت تمنى مرحبا وسهلا قد يا الدربة اخوان هاي ساعدوني في الجيست راه بعض المرات تكوان ثاني انا ما عندي هنا سميتو طلعوا يا توم ما عندك لا ما عنديش في هذا المكان لا تنشوف انا نعدل لا ما عنديش في هذا المكان نقول لكم الكراغيل جماجي ايه قدرتو سميتو قدرتو مولاي الحمد لله الكراغيل راهم روسهم في جماجمهم في فرنسا وخينزو حنا بينا دولة إسلامية ما قدين على الروس ولا على لا نحطوا الأصناب نعايد نعايدهم في المتحف يا ريم راه كاينين عند واحد في اسمه في ندعالو فاسة ولا منين لا لا يدير لهم المتحف داير لهم متحف ولا شين قالو دادهم تبارك الله ما شاء الله نعايرهم كاملين مطروحين فيهم 55 كاين اللي مول 44 السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا وسهلا مرحبا بكم وني نتمنى الجميع يغرى مليك جميعا مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا وسهلا السلام عليكم نشوفوا هذا الشاهين ما نتكلم السلام عليكم يا الصهاينة الكلاب الصهاينة راه يمك اللي قاعدة في اسبانيا تعطي مع الاسباني سمعت تفضل قلنا على الذكرى 13 اللي خليتو نعايلكم تفضل ياك الله الرجال اسمك شاهين يا اسمك شاهين هادو الرجال خلو نعايلهم بعد شاهين طيرك الاسم بعد لا ما تسمي راسك ابو بكر ولا لا ابراهيم الرخيص ولا اسم ثاني ما لقيت ما تسمي قالك شو قالك رجاله وخليتو نعايلكم لو ما عدتو رجالك وخليتو سليباتكم كي تقولوا لهم يا ابراهيم تمنى الله يطيرك ان شاء الله هذا مداك انت قلت لي اضربني هي تقرير المصير نعايلو ولاد عمي خلاوهم في القرقارات ونعايلكم خليتهم في القرقارات خلينا نعايلنا في القرقرات
عين جدي خلاها في القرقرات. انا بكيت على نعانق جدي في القرقرات. طايح طايح هذا تكلم وش هاي مشق صويبرة ما زالني صغير وبلك نموت مخين زول كبير والصغير فيكم. غادني الحال خليت نعال جدي في القرقرات وجاي يجري. تكلموا شفتكم كلكم تكلموا مرة نضرب العدس مرة على إخوان أنهم ماتوا منهم شي 7 أو 8 ما عرفت. فمهيريز ومرام استدرجوهم استدرجوهم لين خلاهم دخلوا اضطراب. كفاية إبراه قلت لك استدرجوهم خلاهم لين دخلوا هم رام كانوا تابعين قبل الأراضي الموريتانية مازال ما دخلوا حدود المغرب فاهم وستدرجوهم خلاهم لين دخلوا فاتوا الحدود باش ما يهربوها ولا فهمت باش ما يقتلوهم ويقولوا راهم تعدوا عليهم في اراضي موريتانيا ولا شي خلاهم لين دخلوا. عرفت ديك القرمه اللي تعدلها الفار الا بغيت تقبضوا ديك الشركه اللي عدلوا ذاك اللي عدل مخينزو ايه اين لقى رجلو بعد راه لقى رجلو هون وركو لهيه وعقابو ما عرف منين لقاهم وطم عليهم الدار الراس كيما الورك كاع مسكين ميت 50 سنة خليهم راه قال لك ولفوها ورا ماني لا مولاي اللي قضت تكرا انتم انا مع عند الصداع قضت راه ما قضيت انا حد انا يلا قبضت كاع حق الله لو دولي انتم لو دولي على واحد الماركين قالها بيكا النمره 38 في مختفون يربحكم لي شي صنداله ديال ولد خالي هذه لا باش نقول مثل الاخوان انا مالي راني كنكون في القصر يكفيني غير كثرت مرتين ايه انا ما قدك حد يا مولاي والله ما قدك حد انا ما قضيت حد حتى انا طحت دغيك وطبت القصر ايه انتم عندي نداء الله يربحكم عندي صوره تفضل فريد حاني يا مليكة انا لا نداء شوفوا شوفوا ندور على صنداله هي قال عليها بيضه والنمره 38 يربحكم لي اللي شاف يحصلني على هذه النمره انما قادمون هذا هو الكل علي ندير انا الصليده ورا فريد على 38 ويجي واحد يقول لك حروها الرجاله حق الله خالق راجل يلبس 38 في كرعي الله يربحك الله يلا عندك الصح لا المعلمين يا كلهم بيكا بيكا وهذا سيمار سيمار ما يعرفوه هذاك بيكا سمعي واش فراسك عنه راجل كراعه صغير عارف عنه مراه موحر تعرف راه نقولوا احنا كاملين الراجل اللي كان عمره كبيره يا ابره يا قلبينا قلبينا حق الله قبل شوفي بلاتي يا مالك حاني يا مالك اعطينا سكت يربحك لي شوف قلبينا يربحك لي شوفي لي تجبد لنا ديك الموسيقى ديال المختفون تعرف هذيك ولي مالك لي تذكر لي تذكر على المعاله اللي تلوث عليها علينا عندهم اللي درك يلا يا ابره يا ابره حق الله دقيقه انا نشوف انا دقيقة يا مالك انت وين عايده نعايتي راهي نعايت لك راه صورتها هي تصويرتها كبرها يا تمنى كبرت صورتها نعايت مالك خلو ابراء هذا فريد ولي يتكلم يلا تكلم دقيقه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دقيقة ننقص الصوت لاني تسمع صوتك. ضحك مضحك فريد مضحك مضحك راك نسجلو. ها ما تضحك ها ركز ركز. تفضل سيدي. سدي المايك سدي المايك. وقف لي مايك. السلام عليكم ورحمة الله. دقيقة دقيقة مع الموسيقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من سكان الصحراء الغربية. نعم شوفوا انظروا على 37 وقال عنها بيضة. الله يربحكم اللي شافها يصون علي يربحكم فهذا إننا قادمون. هيا مليكة أنت تاني عندك نداء. نعم نعم سيدي. هيا تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا ندير نداء من هذا اللي داعت الدوزيم. ولاد عمي راهم قالوا عنهم قادمين من 50 سنة. هذه مدة 50 سنة وأنا نبحث عنهم. اللي شافهم جايين على ركابهم ولا جايين كيلحسوا التراب من 50 سنة هذه يبلغ هذا الرقم اللي على الشاشة ولا يبلغ الدوزيم. شكرا. يا ابراهيم يا ابراهيم راني غادي نموت يا ابراهيم الرقيق. هذيك انا زوكي انا نحال. كل واحد يدير نداء كل واحد يدير نداء. لازم انت ثاني عندك نداء. يلا سير فين. اي سدوا المايك خلوا ابراهيم يتكلم. عاود سدوا المايك. السلام عليكم اخوان. مرحبا وسهلا بكم. راني عادل هذا النداء من اذاعه الزمله نقلب على نعالتي وغدت لي والله مني قلنا كنا في في القرقرات حروها وجانا مشي من الضرب وهربنا وبقات نعالتي فيها مجلة اللي لقاها ولا شي تصل بإذاعة الزملة مجلة ما تنساوني. مرحبا وسهلا بكم واني بكم. خير قليمينا انت تاني عندك نداء. قليمينا عدلي سكرين فيديو رانك عارفة مشكلتي ما عندك مشكلة توجدي. ايه عندك نداء انت تاني. عندي نداء يا غير قطعوني دوجة ولا حد يعدل السكرين. يا دوجة عدلي السكرين. يلا السلام عليكم. لا تس السلام عليكم. وين قال البيضاني واللي الحاطاني خليت عائلتي يوم 14 نوفمبر 2000 سنة 2000 جاو شي من المغاربة شغل قلقالات وغارونا ومن ذاك النهار مات لي تقديت نرجع للقلقالات وراعيني قاعدة في اسبانيا والعائلة راهم في القلقالات. عقل منكم تغطى بالفم شارمونيتان وشاف على السمار رقم 45 راعين عادي الله يطول عماركم بقات عادي وانت قرصون امي قرصون امي قاعد طمع لي واخل امي مشات يا غير القرصون حقظ الجبر وراني نطور لن تفقد امي ونشم ريحتها فيها الله يطول عماركم الله يطول عماكم من على راهي السودة كيف ايامي راهي نلون لها رقم 45 تحياتي لكم راهي نقال البيضاني الخلاه حرطاني تحياتي لكم يا اخوتي خلانا المغرب هربنا خلينا نعايلنا تحياتي. يلا منهم بقات الريم الله وضيع يعطيك الريم ريم كتلتني كتلتوني بالضحك خليتي. هيا ريم انت ثاني عندك نداء. هيا عندي نداء غير طويل. السلام عليكم. اللي جاب واحد النعاله رقم 37 يجيبها لي كان خلاها مولا خيمتي فم وجهارب ورجع مرة تانية يجيب الصندال وضربت الدرون وشتتو وبيت على أولاد وتمو شمو ريحة صندال تبوه. ايه
يلا مواطن مواطن عد النداء. مواطن عد النداء اطلع مواطن. يا مواطن. هاي هذا ما عنده نداء، هذا يبكي عني. هاي صايي تملنا. انا عندي كلمه المواطن. مواطن انت مغربي، إلا نقول كلمة المواطن. مواطن هذا الصوت، صوت يا مليكة، الصوت ينعاد عندك. هذا مواطن، أنا راني لين عد النداء باسمي الله يطول عمرك. مواطن هذا راه الراجل كان مسكين، إلا متخطي مغربي، إلا متخطي يا غير. تبارك الله ما شاء الله، الدروم والمخزن ما يفاصلوا، اللي تخطى من فم يتنقى. فاهم يا مواطن؟ قول لهم أنا بتاع الأتوبيس، أنا كنت إلا متخطي المغاربة طيرت ونعادتي. فاهم؟ عاودي قولي مينا، فهميني باسكو انا خصني لي دربني شويه. قلت لك انت قول لهم احنا بتوع الاوتوبيس، اللي قال عادي الامام عنك انت لا مغربي ومتخطي من فما معدل لا بيدك لا بالعود. جا جيتي مع الحمله المغرب كيخوي القرقرات، ما عقلوا عليك، خليت انت هما اللي نعايلك فم. فهمت؟ قولي مينا، هذا مولاي حاب وثاني عد النداء. تفضل. أنا عد الوصلة إشهارية. ياسر من الصبر صندالتك ما نتجبر. لا لازم تعد النداء. عد النداء يا حبيتي نعادة من حب تكلم. نداء هذا نداء، يوجه نداء لإخوان اللي يجبر صندالة بن بطوش. دقيقة مقضات ما اقدر اضحك. انا احسن نداء، شوف اخوان احسن نداء ديال قليمينة، احسن نداء بدون مجاملة ديال قليمينة. صحيح والله. اذا كان فكرة لا والله، اذا كان فكرة اللي طرحتها زينة. وانا راني سجلت ديالك يا قليمينة، والله لا سجلت. هو نزلوا فيديوهات. هذا كاع انا علاش بغيتو يتسجل. الموسيقى راهي ما هي مسموعه. انا اللي نبرق ونسنى كاع، واش سجلت مزيان صوتك مسموع ولا لا؟ الا كان مسموع، الا كانت مسموعه الموسيقى والصوت قولها لنا سينو، يا نعدلوا لا مونتاج يا نعاودوا النداء. صافي ان شاء الله. انا نبرق ونجيكم دريك. انا ما شاء الله على المغرب، تم ساكت عنهم، جاهم خلاهم شي 20 يومين تفرج العالم كامل فيهم وسمع لهم وكامل. عاد كامل مقابلش لكم الإشهار وجاهم. هيا طالع طيح ثاني. لا جاي نسلم على سيبتي تمنى. انت وين قاس نعالتك؟ انت وين قاس نعالتك؟ انا جاي نسلم على نسيبتي. لاش اخبارك قاعد؟ سلم على اخبارك انت بعد، جاي هون عندنا طالع تقول لي انا اخبار. يا اخوي انا بعد عجبك النداء؟ عجبك النداء؟ رابط سي والله طالع حفيان. انا ما نعطي شو انا شو يا ابويا، موفاري انا نعطي علي بن حرام وجامع ليمان، انت ياك اللي عند الرجال يما وعندك، ولا داك كاع اللي يجيبك عندنا هو. عيد يا وليد عمي، ذاك اللي واجعك انت اللي على قلبك بالكلام.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يطالبوا بالإعادة. إيه والله يا دني نعاود. حلو يا إبراهيم باش نعرفوا واش نعدلوا. لازم تعدلوا معاه صورة هذاك النقش بيضاني. حطها فيديو. هاي تسمي الله حريطين. أتمنى درت لك الدعوة. ما كنتيش حاضرة درت لك الدعوة والغياب. أنا راني كل يوم الله يبارك فيك. سولي قولي مينا راه جات داخلة على غفلة قولي مينا. الله يبارك فيك. قلت لهم السلطان الذي لا يظلم عندها أحد. والله مرحبا وسهلا. السلام عليكم الاخوان. الصوت يتعاود عن المشكل. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تمنى. ايه صحيح صحيح قبيل مشيت المواطن بالسوء والله الا مدد عنه. والله مشكور مشكور. الله له خير. الصوت راهو مسموع. الصوت راهو جاني التسجيل. الصوت راهو مسموع. صوت الموسيقى. صايي حبيت اني يعني لا الموسيقى تمنى. حالي زيدي من الموسيقى. شوفي ابدا تمنى. ايه يعني نزيد الموسيقى. شوف زيدي من الموسيقى شوي ولكن ما هو لا شوي. وخلي قريب من تتكلم وخلي قليمينة تتكلم. هي حتى انت يا قليمينة ارفعي صوتك شوي. والله لا الصوت مو كاين في تيك توك. ما لنا نجبروا قاع على الموسيقى ديال لا ابدا باش تجي. شوف باش تجي نوطة واحدة يربحك لي. شوف انت ارفعي صوتك. صح صح موجودة موجودة في تيك توك موجودة. تعود احسن لي تعود احسن والله. ايه لي تعود احسن. راهو كاين الصوت وتركب معاه فاهمين. صحيح صحيح موجودة موجودة صح. والله ما يحق لا. شوفوا بغيتوا نعاود نعاود. انا ما عندكم مشكل نعاودوا واحدة الصون ميوزيك بدون موسيقى. ايوه عاودوها وزيدوها في المونتاج ماشي مشكل. اوكي يلا قفلوا المايكات باش نعدلوا ديديكاس. السلام عليكم. انا نقلي البيضاني ينقال لي البيضاني ولي الحرطاني جاي هو اللي ودني لعائلتي. عائلتي زينة. عائلتي هاي كانت رقم 45 وسودة مار. كينقال لها سيمار خليتها في القرقاقات يوم 14 نوفمبر سنة 2000 بحد المغاربة دخلوا للقرقاقات والدعوة وخليتها لعائلتي عندي واحدة هون في الدار. يا غير لا إله إلا الله باقية واحدة في القاقات وأنا راني ناشدكم يا إخوان. الله يطول عماركم. اللي شبقى منكم اللي شبقى منها والناس اللي تخطوا شو موريتان حق الله يجيب هذي. ولي نقولكم مسألة ثانية أغاهو فم قرصون قرصون أحمر هكا وقرصون والد شي يقرصون والدتي يبقى فم ملي. الله يطول عماركم. اللي جبغوا في صدقة والله جبغوا في بليدة. الله يطول عماركم. يجيبوا ينظر يشم في لقحة الوالدة يعملها كانت خوين زي غير مين مشكلة. والدتي والدتي الله يطول عماركم. اللي جبغى يجيب لي القرصون ويجيب لي النعالة. يعني قاعدون ما تليت قد نحرك ولا تليت قد نقيس القرقاقات. هيك الضرون اللي تقف وقف وانا غاني عدتي تقاسي اللحية ونقعد يا غير ما يجيني حد ولا يشبع لي حد. او اختك تقان عدل دني ذاك نعدلوا في هذا برنامج مختفون. يا كان هول المغاربة يقفوا بي ويجيبوني نعالتي. وما تنسوا قرصون امي قرصون امي او كان احمر وراكم تعرفوا الا ما ريحتو غير ما قط غسل التمسح حدا بالحجار في المخيمات وراهو فيه شوية من بابا لبكاك لونه قهوي. الله يطول اعماركم. الله وانا غاي اسمي البيضاني ولا الحرطاني. تحياتي لكم يا الاخوان. تحياتي لكم. قول يا الحيطاني مشكور. بس ما تفهمك صافي. لا
هو داك اللي قلتي قبيله ها هو واش مسموع على الهوا ها هو داك اللي طلصتي قبيله ها هو سمعوا سمعوا عدل السكرين ها يا دوج عدلي السكرين سدوا المايك السلام عليكم يا السلام عليكم قالي البيضاني ولي الحارطاني خليت لعائلتي يوم 14 نوفمبر 2000 سنة 2000 جاو شي من المغاربة شغل قلقالات وراغونا ومن ذاك النهار مات لي تقديت نرجع للقلقالات وراعيني قاعدة أنا في اسبانيا والعائلة راهم في القلقالات عقل البنتم تغطى بالفم شارموني تاني شافن على السمار رقم 45 راعين عالتي الله يطول عماركم بقات عالتي وانت قرصون امي قرصون امي قاعد طم علي واخل امي مشيت كغار القرصون حقظ الجبر وغاني نطوق اللي تفقد امي ونشم مريحتها فيها الله يطول عماركم الله يطول عماكم من عام راهي السودة كيف ايامي طاين اللون لها رقم 45 تحياتي لكم وين قال البيضاني الخلاحة غطاني تحياتي لكم يا اخوتي خلانا المغرب هربنا خلينا نعايلنا والله ممثلة بارعة يا قليل ايه والله هذا احسن من الثاني فلوريدا شوفوا هذا فلور فلوريدا السلام عليكم اهلا السلام عليكم تشكركم تشكر الاخت المحترمه كليمينا والاخت تمنى تشكركم ترفع لكم القبعه من هذا المنبر اعطوني ثانيه وحده الله يجازيكم بخير كما العاده كما العاده مرحبا مرحبا صراحة ندخل عن نقول واحد الكلمة هجبات البوليزاريو تنهج مقولة إن لم تستطع إسعاد نفسك فعكر مزاج الآخرين ونحن المغاربة نقول لهم القافلة تسير إلى الازدهار والتقدم إلى الازدهار والتقدم والكلاب تنبح لكن نحن لسنا دعاة حرب ولكن إذا فرضت علينا فنحن أسيادها عليكم أن تعلموا جيدا أن الشعب المغربي كلهم جنود مجندون لحماية أراضيهم الوطنية فبمجرد كلمة من واحدة من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله سوف يرى العالم ما لم يراه سابقا مغرب اليوم ليس مغرب الأمس والله العظيم مغرب اليوم ليس مغرب الأمس البوليزاريو فيما يخص هذا أختي كليمينا هذا البيتشار هذا الصور واحد الكلمة عليهم فيما يخص البوليزاريو استعطفت بالأمم المتحدة بالتدخل السريع لدى المغرب لاسترجاع نعاليهم التي خلوها وراءهم في القرقرات عند هروبهم من القوات المسلحة الملكية المغربية وهنا واحد تحية وفخر واعتزاز للجيش المغربي والسياسة الرشيدة لملكنا نصره الله وسحقا لكل من سولت له نفسه في التشكيك في مغربية الصحراء فالصحراء مغربية رغم عن أنف الحاقدين مغربية حرة حتى آخر رمق وانتهى الكلام والسلام عليكم عليكم السلام مشكور والله مشكور الله يكلم زين مرحبا بارك الله فيك الملك تفضل خلاص
تفضل. هذا اليوم اليوم بغيت نضحك معكم شوي. مرحبا. بعيدا عن صوت الحسن الثاني، بعيدا عن الكلام الحسن الثاني، بغيت نقلل لكم شوية هاد الإخوان ديال البوليس. يعني أنتم تعطينا مقدمة. بغيت نقلل لكم شوية الإخوان ديال البوليزاريو، وبغيتهم مرحبا من أخذتوا منا أن تمشي معي في الحوار وتسألني حتى يكون الحوار جميل. هاي سألني يا قليمينة. سوليني أشنو اسمي ومين بلادي ومين أنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وني بيك. أنا بغير وني بيك وني بجميع الصحراويين وجميع الضحوان بوليزاريو. وخيرت نظورك تعرف بنفسك من أي مدينة؟ والله اسمي إسماعيل بن حمدان من قبيلة بن كلبان من القرقارة من 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 مخيمات حمادة. الله اللي خيك 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 والخيمة كبيرة ونعرفها أنا. والله يا أختي جمانة، والله يا أختي جمانة تنادي وربها دقاقي بتقول غيتنا يا مغيت ما في مطر ما في شتاء، أولادنا عراية وعيالاتنا حفاية. والله نحن نعيش وضعية مأساوية، وضعية مزرية. تفضلي أختي الكريم. إيه نظرك تشرح هاي الوضعية، نظر نعرف صراحة يعني هاي اللي تعانوا، نظر نعرف المساعدات اللي تلحقهم، نظر نعرف ده ممكن. والله ما في مساعدات، ما في مساعدات، ما في أي شيء. والله يا أختي الكريمة إحنا أولادنا حفاية وعيالاتنا عراية وجمالنا تناقي تنادي بربها كتقاقي كتقول غيتنا يا مغيت ما مي في مطر ما في شتاء، احنا في المخيمات هذه بنعيش الظل والعار. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن بالنسبة للمساعدات العالم كامل يساعدكم منين تجيس المساعدات؟ والله يا أخي الكريم نقول لك كلمة من عندي، هذا هو من البوليزاريو محتجز مغربي، أقول لك كلمة والله العظيم جميع المساعدات تمشي إلى الجزائر وتمشي لوهر وتمشي إلى العاصمة، وإحنا الحمد لله والله ما قمنا بأي شيء إلا بالتراب ديانا والمخيمات ديانا. أولادنا يبكيوا وحفاية وعراية وما في حتى حشي. والله نعيش وضعية مزراوية، وضعية مزرية، وضعية مأساوية، ما في مطر ما في شتاء ما في أي شيء. والله يا أختي العظيم نحن نتوصل إلى جلالة الملك أن يشوف رأينا ويشوف حالنا ويشوف هذا الوضع إن شاء الله يا مولانا. وإحنا مولي رانا الناشد وصاحب الجلال أنه يشوف الوضعية، وضعية المحتجزين هاو في المخيمات. الحمد لله الحمد لله. صافي تكلم حسن الثاني اللي مرحبا. تبارك الله عليكم. أنا أقول لكم والله العظيم ثم والله يجب علينا أن نقوم، وهذه ذكرى الحمد لله ذكرى القرقارات. أقول لكم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. يجب علينا أن نقوم ونحتفل بهذه الذكرى العظيمة التي قام بها الجيش المغربي لتحرير تلك الأراضي اللي هي كتسمى بالقرقارات، والحمد لله تحرير جميع الأراضي المغربية الصحراوية. أنا أختي أقول لأختي تمنى كافحي وجاهدي وجميع المؤثرين الذين هم يدافعون عن هذه الأرض ويدافعون عن الوحدة الترابية بكل شراسة، أقول لكم من هذا المنبر ومن صوتكم ومن صوت أخوكم عاش الملك، أنا اسمي هشام، والحمد لله أقول لكم دائما المغرب والمملكة المغربية كانت قائمة بذاتها وقائمة بتاريخها وعرقها بنسائها الصحراويات الشريفات العفيفات الذين يدافعون هذه المملكة، كالأخت منا كالأخت قلمينا
كجميع الصحراويات المغربيات الشريفات، أقول لكم من هذا المنبر كافحوا وجاهدوا، لأن ما يمكنش شي شعب آخر يجي ويسبق الشعب المغربي. أنا ضحكت معكم شوية لأنني ربما أردت أن أخرج من ذلك الحسن الثاني الذين الناس كيقولوا بأنك تقلدوه، وهذا صوتي، وربما أنا ربما دائما مغربي وأعتز بمغربيتي وأعتز كذلك بفكاهتي وأعتز كذلك بجميع الصحراويين المغاربة الذين دفعوا كالرأي المغربي كتمنى كجليمينا كجميع الصحراويين الذين يدافعون هذه المملكة. أقول لكم عاش الملك، عاشت المملكة المغربية، ولا عاش من خاها، ولكن القول الجميل اللي قال الحسن الثاني، نحن لا نريد العالم أن يعترف لنا بمغربية الصحراء، ولكن نريد العالم أن يعرف مع من حشرنا الله في الجوار، لأن هذا الجوار دائما يكد لنا الحقد والدغينة والكراهية، وهذا من تاريخ الزمان منذ محمد الخامس إلى محمد السادس نصر الله. كان معكم هشام أخوكم من الديار الفرنسية، دمتم في رعاية الله. مشكور والله مشكور يا عاش الملك تبارك الله. مزيان حسو مزيان حسو كيف كيف سبحان الخالق الله. الله الحافظ ومن قريبين. نعم السلام عليكم. تبارك الله. شفتي هذه اللي قلتي روح حقيقي كي درتيها فكاهية فكاهية غير فتبارك الله والله العظيم كيف تكيف عليا ثلاثة مدود يا ملكة اللبحة. ولو دو قاعد قرصين وما يقلعهم منهم مو ابراهيم رخيص ما يقلعهم منهم جبريل رمبايات اللي يجبر قرصين لا لا يقول لك يا جبايمين او تمنى والله العظيم الكريم ما مشى تعبكم هكا لا لا يقول لكم عن العالم عادي راهو ما تعبنا يا مليك راهو تعبكم تعبكم انتم وتعبنا احنا تعب الجميع شوفي راهو قال لك فاعل دل على الخير هو فاعله فاعله شفتي انتوما كل ما فتحتوا هاي المنصه فتحوا لنا المجال وفتحوا عينينا وسمعوا ما لنا ما لنا نكروا الجميل عندنا نتكلموا حرقه كل واحد منا بيني انا وانت يا توما لنا وقريبينا رانا لنا مستراحين نفسيا بيني شوفي شوفي شنو عرفنا غزه يبقوا فينا غزه الحقيقيه هي اللي في تيندو صراحة سمعتي ويجوا وحدين ايه شكون عنده التلفازة سيف سيف دقيقة دقيقة هذا 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 النقش هذا لا تكلم هيا تكلم بسرعة بسرعة يا النقش تكلم تكلم يا النقش تكلم يا النقش على طيحتي القليمين الله يرسم مك من ظهره هيا ديساندي ديساندي روح طيرك من رجال والله يا صايع صايع مطلعكم عتو والله والله يمسخك الشر يمسخك يا بويا حتى يتحرر ارض الله يحرر عظامك من جهنم انت قردي قال طالع ماريكون بيدي طالع عند العلايات وتعيب حرة مولانا اللي ما تنباع ولا تنشرى. السلام عليكم الخوت. عليكم السلام ورحمة عليكم السلام والرحمة. لاباس عليكم. الحمد لله ما شاء الله. الله يحفظكم الخوت. الله يا سلام عليكم لايف يا سلام. فرحتونا. الله يكبر مرحبا وسهلا. فرحتونا. والله احنا نفرحهم بعضياتنا غير نغيضوا وحدين مسكينين لين جنوا عادوا لا يشربوا القرقوي طلعوا انتم لنا
كانوا ينساو الحقيقه. الناب سيد كريم يداوسو اللي شارب الماحيه واللي واكل القرقوب ويطلعوا. يا ويلي يا دي النعال انا شكيت عنها في الصطافيط. الله يضحك. حفيد تكلم. يا تمنى لاباس عليك. كبر من الدرون. ايه. تفضل حفيد كمل مداخلتك. لا ما عندي مداخله. يا سلام عليكم والله الا الله يحفظكم. انا فاش الله دخلت سمعت كل شيء والله يحفظكم وتبارك الله عليكم. عاش على الملك. مرحبا وسهلا. طول عمرك مرحبا بك وخيرت نشوفوا العمل الحافل. الله يحفظك. والله لك تعطيني بالضحك يا قليمينه بقبيله. انا هذيك المداخله اللي دخلت في هذيك ديال تزمي. هذاك النيدة اللي دوز لي قبيل. كتبتي لي بالضحك والله كتبتي لي. الله يطول عمرك ويني بيك. انا راني نقفل مايك بيا عندي صداع داك على نقفل مايك دقيقة ونرجع لكم. ويني بيك بارك الله فيك. الله يحفظك. خيرت والله الله خيرت بك. خيرت. كلامي لك يا من شتت شملك شتان بيني وبينك. شتان بين من يعيش في أرضه وبين أهله وبين من يشحت الوطنية بين الشعوب. اسعد دنانير ممن كان عبدا ابن عبدا حقود وممن حرر أجدادنا قبل أن لم يكن له وجود ليصبح هو العدو اللدود. أيوة. يا بن بطوس فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا. خايف لا تكون خلعتك تضروني انا وحالك ما تعود. يا بن بطوس فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا. خايف لا تكون خلعتك تضروني انا وحالك ما تعود. ما دام درون تحمي الحدود على ترسل اهالينا اهالينا اهالينا. ما دام درون تحمي الحدود على ترسل اهالينا اهالينا اهالينا. تفرح الحرب البواب كترجع ترد علينا ولا تهنينا بدوب الخطي اللي تقولينا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله خير زين. ما شاء الله تبارك الله حفظه غير بك يا برا. الله يحفظك ويحفظه الحكيم. سامعيني الصوت واضح ولا ما واضح؟ واضح واضح. سدوا المايك. الله ينعل حشوني ماك انس وقد راني عرفتك انت وصويلة. حبيت يطلع على السطح يا النقش. عندك ثلاثة الحسابات، واحد ميسي مسميه واحد مسميه ماني عارفه، وهذا اللي عندك انس الباز. راني عارفه امك يا الكلب. راح يا النقش هايا طلع مرة ثانية. يا استاذ صويلح والله العظيم الكلب هذا وصويلح كلب وصايا عتي مفضوح. عرفنا حساباتك ثلاثة اللي عندك أو أربعة. راح يا النقش راح. وباسل بساليت يا الكلب يا قردي قال يا النقيش أنت مزلول يطيرك شرشي. تمنى إيه تفضلي. بدي نقول لكم أنا السلام عليكم وتصبحوا على خير. والنبي كثير هنا على خير مشكور. لينقوم الشغل الله الا وني وني ومرحبا وسهلا واهلا وتنبهلا. والله الا وخيرت على مولانا بيك. الله الا وخيرت وكبيره والله يرحم من ربك. والنبي بيك مشكورات. الله يرحمهم الله يرحمهم. امين امين. الله يرحمهم يا رب. الله يرحمهم والله ويمتعك برضاهم ان شاء الله ويحقق لك المراد في اولادك. الحمد لله والنبي
ونخليكم تصبحوا على خير. يا ولدي بيك ولدي بيك، يسعدها كايشة يا بيي متربية يسعدها. حتى تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله ما هي كيفية أنا لا دافع. وأنت قعرت لباس. مسكينة كل يوم تحب تكلم لا تخليها تكلم لأن صوتها ما تجي وحدة تقول لها مالك دقيقة 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 تسكت تجي كليمي تقول لها دقيقة قريب لا تلاقي راسها والله مسكينة ما تكلم الأخوات الأخوات ما بينهم لا عرف الله لا كيف تلحافظ لا كيف تلحافظ مريك لا دربي صوتك يا ريم ما تقولي الأخوات ولا شيء دربي صوتك أنا ما أقول لك سمي تعدلي ابدا 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 ومني تعودوا باغين حد يزمقوا عليه ولا شيء قولوا هذه انا خارج واحد قال لي سيدي خصك سكت سيدي خلي نتكلم الله خيك الله الا خيك تصبح والنبي على خير وني بيك وني بيك سعد لمنات وخيرت وخيرت والله يا الحافظ ولع مريم ما فات تكلم انا بغيت نغني لكم واحد المقطع في الاغنيه حفيد 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 وانت تكلمت هذا السيد اللي تحتك هو اللي ما فات تكلم خلينا غير نسمعوا بعد صوته اوكي ونرجعوا لك وني بيك شوفي يا قليمينة والله ما عندي مشكلة أنا لعبت تتكلموا أنتم كيف كيف الحمد لله والله احنا عارفين قلت لك خالي يا وليد عمي يا غير فضح علينا قاعد نسكتوك انت بصبح تفتح مايكك ونجو حناتي نرصفو تفتح مايكك ونجو حناتي نرصفو ايه لا اله الا الله تفضلوا وني بيكم ما عندي مشكلة بالله والله ما عندي مشكلة أنا الحمد والله لله والله الا وخير الحمد لله اللي طلع معكم هو اللي عتلى نسمع وتشوف بارك مرحبا وسهلا وهلا مرحبا مرحبا ما طايرت في المصرية ما رديت عليك هذا هذا كبرك هذا كبرك بوي راه تو قل الاصوات ويلي اتمنى هذاك اتمنى هذاك ابراهيم ابراهيم ويلي عند عند ملكه قلت لها راه واحد طارق للصح واحد تبيك نقول لهم وملكه وهي دو قلت لك يحرق بيك حد للصح قلت له يحرق بيك يا ملكه قلت لك يا ملكه الخائنه ونقول له يا ابراهيم قلت لك 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 قلت تفضل هذا حفيظ حاب يغني لنا نغني لكم نبدل لكم شويه نغني لكم شويه تفضل تفضل كبري كبري صوتو الله يبارك غني لنا غني لنا راه عندنا لانيفيرسير القمر طلعت يا ليلى خيك القمر طلعت يا ليلى والمشي زيادة بغيت نسافر الليلة قدرت خمامي بغيت نسافر الليلة قدرت خمامي أيك القمر طلعت يا ليلى والمشي زيادة القمر طلعت يا ليلى والمشي زيادة بغيت نسافر الليلة قدرت خمامي بغيت نسافر الليلة قدرت خمامي الليلة 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 العدل يا عمري بغيت نمشي ونولي عدل عمري
ياك. مشكور الله يرضى بصحتك. ما شاء الله والله مشكور. نازل عنك والله مشكور. خبي علينا هذه الموهبه كامل يا حفيظ. والله خبي علينا موهبتك. يلا عليك شي اغنيه يقولها حفيظ. حفيظ مرحبا غني لنا اغنيه لحسنه ويا يرضالي علها مره اخرى. خليني انا نقبل نشد معك. مالك مالك ما تقدر يكون ديكالاج ديال الصوت. غيكون ديكالاج ديال الصوت. غنحاولوا غنحاولوا سير 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 غنحاولوا. حسنا ويا كنا ديكالاج. كان ديكالاج حق حق لا ديكالاج. يغرّو صوتي صوتي عاد النبرات الصوتية. دير لي أغنيتي يا شوف شوف دير الموسيقى خليني انت قريب انا ما حدش نحن قادم خيك وي وي خلينا نسمعوا خلينا نسمعوا ايوا نحن قادم خيك لا 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 هادي 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 امازيغي الشلحة دورو نسمعوا الشلحة الامازيغية هافوس هافوس Thank you.
عمرانية أبو عمرانية الصحافي. علاش؟ أيوا أيوا مشكورين يا الإخوان. شداني وعلاش مشيت؟ شداني وعلاش خليت نعانتي؟ وعلاش خليت نعانتي؟ خليت نعالتي في القرقارات. خلاو الدخلة رفرف المغربية. شداني مشكورين جميعا. افوز افوز
خليك بغيت نقول كلمة بما أنه هذا الفنان اللي معانا فنان أمازيغي مشكورة يا تتبريت والله مشكورين الإخوان كاملين جميعا ميلا قاسمة تتبيرت فلوريدا صلاح اللي كيكون معانا ضيف موكاي الإخوان كاملين اللي كيجوا ندار لايف الإخوان اللي كيكبسوا اللي كيبارطاجوا وخيرت بكم كاملين ندور نقول كلمة الله يطول أعماركم الله يطول أعماركم في حق الأمازيغ وأنا كنقولها وكنأكد عليها كلمة شلح كلمة شلح احنا نفتخروا أنه المغرب غني بالشلوح وبالصحراويين وبوسط المغرب وبجميع المكونات ديالو هذا غنى شكون اللي عنده الصوت شكون اللي عنده التخفيف شكون داير بغيت غير نقول كلمه الله يطول عمركم كلمه شلح قعدوا يا الناس انا اللي نقول شلوح وقاصدتها بان الشلوح راهي ما مسبه الشلوح راهو مكون في المغرب وراهو الأغلبية ديال المغاربة شلوح باش نعودوا واضحين ونعودوا حد يقول لكم كلمة شلح من الصحراويين ويقولها يقولها بضغينة ويقولها بشي يعرفوا عنكم حاقرينه يا الشلوح وعرفوا عنكم واطيين فوق راسه وعرفوا عنكم حررتوا التراب التراب تحررت بفضل الشلوح والعرب ألوغ كلمة شلح ما هي مسبة شلوح أخوتنا ولي يبقى أخوتنا وانا باغي هذا الراجل اللي عدلنا هيك الاغنيه ديالي ناسي ناس الى عاد يعرف يعدلها يعدلها الحمد لله المغرب متعدد الثقافات الحمد لله هذا هو غنى المغرب هذا هو غنى المغرب وضيق خالد اللي يسمع كلمه شلح وانا مثلي كي نقول امازيغي انا اللي نقول شلح بيا نعرف ان المغاربه ما فيهم واحد يقول انا امازيغي لا يقول انا شلح ويعتز ويفتخر بي عندك الحس يا حفيظ عندك الحس وعدل لي اغنيتي يا حفيظ انا راني نغني انا بالحس ثاني بالشلح وحاني نقول لك هذه لي هذه ماني حافظه الكلمات غير لي نقول لكم الا كلمه اسمعوا اغنيتي ميور كذا نخيي ما ادري تهزني راختي دوين ميور قدر لخينا مينين وغلا الحب نور السماعات قد سماعات يا حفيظ عندك مشكلة في السماعات قد كان مشكل في السماعات قد ومعدلنا هيك ناسي ناس زينة هادي إهداء للناس ديال الأطلس ديال الأطلس المغربي طبيمين المطربة مني تعود تغني ما تنفع حسين ما خاصك تضحكي نو أنا ما ماشي نضحك ما بي حسي يجيني غريب وانا لاحظت انه الاخ غنى اغنيه ديال نواحي افني وغنى اغنيه ديال قدير وهذا اهداء هذه ناس للناس ديال الاطلس لانه كاين مكون الناس ديال الاطلس واني دوجا واني بكم كاملين لو خلي باش نسمعوا اش بغا يقولوا بلاتي مالكه باش تسمعوا باش غنسمعوا الصوت بعدا مسموع ولا لا واه هضره حافظ دري ها مزيان دابا ضرب الجيتار اسمع خاصنا غير حنا نقفلوا المايكات قفلوا المايكات الاخوان شوف حفيظ دير ديك الاغنيه اسير الحين شاو وباغيين اغنيه ديال الاطلس اغنيه ديال الاطلس يا مليكة ديال الاطلس ناس اوكي دابا كتسمعوا مزيان مزيان واضح اخويا سدوا المايك يا الاخوان سدوا المايك باش لا نسمعوا زين قلت لهم كل شيء قفل المايك Thank you.
نافوس خيك. ما شاء الله مشكورة حبيبتي، مشكور الإخوان والله والله والله. دعموا هذا الأخ والله صراحة يستاهل، ودخلوا عند عدلوا لي أبوني، عدلوا لي أبوني. وحنا ملي رانا كنفرحوا منين يجي، احنا ملي كنفرحوا منين يجينا أي شخص وتكبروا بيه. جونا جونا المواهب قالوا عندي عندي جونا جونا ومرحبا وسهلا. إيه تفضل تفضل عاش الملك تفضل. ممكن نغني لك عاش إيناس إيناس؟ ايه غني تفضل. تبارك الله. هاي عد الموسيقى غنيها لنا. لا لم يعدش الموسيقى، لم يعدش غير الديكالاج. وحنا الحمد لله، حنا الحمد لله غيكون واحد الديكالاج، وهذاك الديكالاج ما بغيناش يكون. حنا باغي تغيير صوت الحسن الثاني الى واحد الصوت ديال واحد الفنان اللي كيحبكم. تفضل. ناسي ناس ناسي ناس ميريخ ميريخ وميريخ ناسي خزمن والنور يوفين والنور يوفين والنور يوفين ما غاسي شي والنار يدمن ناسي ناس نسينا سبابا نسينا ثمنا نسينا سقلبينا ما يريخ وما يريخ داسي خزما وردا يسناقص وردا يسناقص وردا يسناقص صابغا جيب خوان نسينا ناسي ناس ما يريخ وما يريخ هذا سيخ الزمن هذا سيخ الزمن هذا سيخ الزمن والنور يوفين والنور يوفين والنور يوفين ما غاسي شي والنار يذمن نسينا الثمن نسينا الزباب نسينا الزخويا ما يريخ وما يريخ هذا سيخ الزمان. خيك والله الله ما شاء الله الله يبارك. تمنى تمنى ان اقول انا ارد اقول انا ارد اقول انا ارد اقول من هذا المنبر والحمد لله بغيت نعطيكم واحد الاغنيه ديال الرويجه وكما كيعلم الجميع حنا الحمد لله الاصوات الصوت العادي ماشي هو الصوت ديال الغناء. سمعوني مزيان اختي تمنى هذه هديه اليك. الله يمسكوا اليك والله اول مره بخيرت. اول مره غنغني لك هذه الاغنيه الله يمسكوا من عندي بخيرت.
واخويا لا دخلتي البحيره نتابه ورد البال راه الغلال فيها وفيها ماشي بحال بحال شحال من مسكين طعناتو رماتو في الشلال شحال من زعيم داقها قاتلو حلال حلال شحال من زعيم داقها قاتلو حلال حلال تمنى لا دخلتي البحيرة نتابي وردي البال راه الغلاف فيها وفيها ماشي بحال 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 دوك الخوانا اللي قالوا بحال 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 دوك الخوانا اللي قالوا بحال بحال واخويا الزين في الورد الا كان وقته يدبل واخويا الزين في الورد الا فات وقته يدبل سبحان الزين اللي خلقه زادوا الحسن والكمال سبحان الزين اللي خلقه زادوا الحسن والكمال يا تمنى لا دخلتي البحيره نتابي وردي البال البال الخوانا فيهم وفيهم ماشي بحال بحال اختي تمنى لا دخلتي البحيره نتابي وردي البال البال الخوانا ماشي بينهم ماشي بحال بحال سبحان الزين اللي عطاهم حسن والجمال والكمال يا خوتي الزين في الورد الا فات وقته يدبل سبحان الزين اللي خالقه زادوا الحسن والكمال سبحان الزين اللي خالقه زادوا الحسن والكمال يا خويا يا خويا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اخوان الله ما شاء الله عندي عندنا طلب نقول لكم الحمد لله من هذا الصوت انا صوتي ربما في الغناء يغير صوتي العادي لكن يجب ان تعلمون بانني احب الفن واحب الغناء ديال الاوتار وهذه تحيه وتحيه خاصه لجميع المواطنين المغاربه وتحيه خاصه كذلك لجميع الصحراويين وهذه كانت ربما الا حصه خاصه لاختيت منا حتى اعبر عليها واعبر عن صوتي كانت يعني ربما الا جراه من نفسي حتى أقدم هذه الهدية لأختي تمنى حتى تعرف صوتي وأنا أحب الفن وأحب الغناء كما هذا الأخ الكميل هذا الأخ الجميل الذي أطربنا وأتحفنا جزاه الله خيرا دمت في رعاية الله كان معكم عاش الملك إلى اللقاء مرحبا. وإلى مرة أخرى إن شاء الله مرحبا تحيه مرحبا تحيه بك والله مشكور تبارك انا عارفه فنان منين قاس ونعدلو حتى نعدلو واحد الحسنيه دقيقه غير نقول مساله يا ابراء عندنا طلب وماشي اي طلب وماشي من اي انسان طلب من دوجة باغيه اغنيه ودوجة ما كتطلب معناه الا كان ممكن سمعنا هو ما كيعرفش دوجة يا حفيظ واحده من جنود الخفاء ديال هذا اللايف واحده من الناس اللي ما واخدينش حقهم في هذا اللايف لان تبارك الله ما شاء الله معنا 24 ساعه على 24 ساعه وانا عارفه اش نقول طالبه اغنيه ينقال لها ميور كدرنخ اشنو هي اغنيه ينقال لها اسم الاغنيه ميور كدرنخ ميور كدرنخ قلت لها واش ناس قالت لي لا ميور كدرنخ هادي شلحة هادي ايه شلحة لا قولي واش ندير لها أودادن واش أودادن قالت لك ما كتبية دوجة بيانا ميور كدرنخ ما نعرف ما وين سيناس توريا رابا هذا قالوا وقيلك واش تحيحيت اوكي توريا اشنو قلت تحيحيت ما نعرف الناس كتبوا تحيحيت
اي مغرام ما نو نو ما لا ما حافظهاش بلاد عندي اللي وحده ديال كي هبط اللي يمس مسيكين التليفون ويجي قاد هادي بلاش نشوف عندها يمكن اتصال ايه راهي كتبت لي مسيكين الكلمات انا اللي مشيت اسمع ها انت حفيظ قولي واش نقرا لك كلماتها ها انت اسمع نقرا لك كلماتها تقول قولي له ارني تتميم الحب ودادن عرفتيها ودادن ولاتي عندي ارنيت اتميم الحب ودادن ها هي غندير لها ودادن تحبي يا دوجة ايه تحبي ارني تتميم الحب بيقى لا انا قول لها حيت دوجة هذه اللي حافظ يفوت برباجي بنا يفلق استلاسي
الفوس خياك. خاطر جمهورية القبائل تنمير تنمير كامل تنمير. إبرا اسمعني وانا كنتكلم بالامازيغيه افكر بصحه امي حنا امي حنا يا حفيظ افكر بصحه طير لعلي ما شاء الله زينه مرحبا بكم والله عبير سابر طالب امي حنا يا حفيظ نعم عبير سابر وطالب واحد طالب امي حنا واليوم شنو تبقى معنا مي حنا هادي ديكات العايل ولاد عمي اللي خلاهم في الكركات شوفي نقول لهم انا ما سلمنهم اليوم نحن في احتفال مع المغاربه جميع مكوناتهم اللي كيعرف يطربنا بشي يطلع يطربنا يرجع يطربنا وهذه بخاطر مخينزو اليوم عيد ميلاد دخول المغاربة للقرقرات عيد ميلاد ولاد عمي مخيمزو خلاو نعايلهم اليوم نعايلهم كملوا ثلاث عيمان في القرقرات يلا هاكو سمعوا غاية الله خير عرفت صبحت حرة وردنا لازم نكمل بالمسيرة القدرة وردنا لازم
صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي أرضك سبع ضحورا، مورنا لازم يكمل في مسيرة خضراء، مورنا لازم يكمل في مسيرة خضراء. الرايات 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 عبير السبيل. الله مشكور. قصيت عبير السبيل. إمي حنا كثر ربي غتوا سوال. يا نزار. خير. الله ما شاء الله زين هاد الأمازيغ أغاني زين. والله يا تمنى شوفي أنا يحركوني أغانيهم في راسي سبحان الله. أنا تاني والله. والله فيهم كثار. يلاه. توريا توريا بغات الزينة بلاتي تنغنيو إمي حنا. يمي حنا كاف ربي اغتسول انت ديت سنفود الفلادي تنتال سود ورصاص ميت سنص الفلا تصداق زمت اقوم غحمة ولا صميت صبري تزيد نبابات شفلة ساكوراي أحابة بغيت سكيت يمي ذو قرطا ويدو غير تفوق مني نكتاسي تاكوراي أحايا يقاني قيقل موت مودي الناس ويغابت بابا سيقاس موني تواري الروح ملدي ستريك الميت واتسريك الغصام ضل يلي دروان إني حناك فرابي تسوى لأولي إني حناك فرابي تسوى لأولي أنت ذي تسونا فوت برف اللب تنتالي أنت ذي تسونا فوت برف اللب I'm gonna make it.
تبارك الله ما شاء الله. الله يرحم جميع جميع الامهات الاحياء منهم والاموات يا رب. امين يا مولانا. يا رب يا رب. مرحبا وسلام عابر. عابر مرحبا. مرحبا عابر. ايه عدل هذيك الاغنيه الثانيه اللي قالت لك. تصبح على خير الحافظ واني بيك وخير. تصبح على خير. قافلة ما درتي فينا هذا شيء القافلة قد احمق عليك الليلة دقيقة دقيقة يا مخابرة عبيلة
حشاها لك سلطان البرصة هي هي اداو 50,000 فيهم والشعب اللي جاي حتفتي يا مخابرات عبيلة ما عدلتي فينا وحاني سعيد عد اسمك تدقع القاف مثالي عندي عنه لو موا بروشان عنده لانيفرسير ياك لا تنعد لكم واحد الحسانية لا تنعد لكم واحد الحسانية اوكي زلاميط وراني عارفه زكي عيد ميلادك لو 30 يعني فهمنا نور اختاج جيد جحدنا يعني فهمنا نور اختاج جيد جحدنا تنين ربطة البرات مزين دي ميكو وتايا تنين أنا عايز فرخ ندون دي اختا عايز فرخ اليتيم ورياف 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 البرات ورتاتيكي وتايا وما ندي تايقيد نرار تيطانكا وما ندي تايلالي هياني شواني رادانك فلوسي تا داون دي ساعت ربي هيلالي هيانا غي صورة ها 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 اي دي كاس الرياف الرياف المغاربة الله يبارك الرياف ندير اغنية ريفية دير لك كعكع يا زبيدة الا حتى عرفنا نشوف انت كعكع يا زبيدة انا هي اللي نعرف المهم شوف انت لا لا انا عارف تعرف. واحد واحد انت اللي تعرف ديال ديال الريفية زوينة والله هذه دي كاس الناس الريف نعم الروافه الحمرين هذه ديكاس الروافه الروافه كاملين احرار هيك الشر اللي مراي قليله يطيروا من لا لا طلوع العوج كيف ذوك اللي عندنا نحنا مصيبه ما شاء الله عليك تحيه كبيره لك يا فنان الكبير والله شيشم باب الشمال طعم زياد شيشم باب الشمال طعم زياد ويد بابا ميزن هتشي طاري النام ويد بابا ميزن هتشي طاري النام شيشم بابا مشامع طعم زياد شيشم بابا مشامع طعم زياد ويد بابا ميزن هتشي طاري النام تدمر يخشك دكيري
تجي طارينا افخاطر خيك والله عزيز يعطيك الصحة والله لا ناس عنك تحية كبيرة تعرف تغني لنا تعرف تغني لنا أغنية الخاوت وهران رحتي خسارة شنو هي؟ وهران 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 رحتي خسارة وهران وهران رحتي خسارة عادوك أخوص ما شاء الله كثير وهران وهران رحتي خسارة هجرون انك ناس اشتارة وهران وهران رحتي خسارة هجرون انك ناس اشتارة قعدك في الغربة على الانترنت تبعوا لك قصيتني على الانترنت حلو في ميها يا الزينة والكاس الميدة راها عشر بلا فايدة يا الزينة والكاس والميدة راها عشر بلا وسعادة وفينا جلفت والله مشكور مشكور يا أخي خاصو أنا نصيحة لهذا الفنان الجميل خويا حفيد شوف النوبة الجاية يحفظ واحد الأغنية قال لها يا لا لا يا تركيا تركيا هذه أغنية جزائرية من كتغنى كتفكرهم بداك من الفساد اللي كان عندهم كتخبط تركيا تركيا كتقول لها يا لالا يا تركيا وانا رفدت البندير لا صحة لا درية وتعاونيني بالخير ماني حافظة الكلمات يا غنية ومانا شي الكلمات كاملين نعرف نعرف وهذيك اغنية ثانية دقيقة وهذيك اغنية ثانية اللي يقولوا الجزائريين منين جاك ذاك الكفطان جاني من الرباط جاني من الرباط وهذه اكبر دليل لانه مغربي وهذه ديال تركيا كيتكلموا على الدعاره لان اساسهم اساس دعاره وهذا اكبر عربون وبرهان على ان يماتهم كبروا في الدعاره ان شاء الله النوبه الجايه دير لنا يا لاله تركيا ممكن تغني لنا اخي المطرب امين ممكن تغني لنا ديك ديال تاكوس والله ما حفظها لي جنو الراجل ما عارفة ما عارفة خيّك خيّك قموا يا احنا يا خرطة حي تقولي مارات جبتك من اللي مارات تقولي مارات جبتك من اللي مارات ورجلك راني نستناك
تسكي خوتي خوتي هيا هيا عقلك حمقني وخلاني مهوان كي ندير يا كيفاه نعمل على شهاد سرقة غير قولي على خيّة في عقلك حمقني وخلاني مهوان كي ندير يا كنغولي كيفاه نعمل على شهاد سرقة غير قولي على اجي جاوبني راني نستنى لالا يا الهبيل انت عقلك صغير لالا يا الهبيل انت عقلك صغير انت اللي تسرق وانت اللي تكذب اجي للحومة اللي نكون فيها انا اجي للحومة اللي نكون فيها انا اجي نعطي الوالدين شي خاطر الله يزين الزين الله يبارك إبرة الفنان أستاذ كمال أستاذ كمال مرحبا فلوريدا عندك البيبر عندك البيبر ما عندكش البيبر شكون قال لك واش عندك الباي بال الباي بال الباي بال ما عنده الباي بال ما عندوش اه البيبر ما عندكش نو كليا الاسم كامل اخي ديال الله يستر عليك اخويا سيكتور الله يدخل عنده الخاص دخل عنده الخاص دخل عنده المتابعه دخل عنده الخاص سمعني سمعني يا فلوريدا راه هو الاسم اللي عنده في البروفيل كامل هو نفسه اوكي اوكي نفس الاسم واللي بيك فلوريدا مشكور يطول عمرك دعم ودعم اخويا فلوريدا من ايام زمان غنفكركم في ايام زمان كلشي غتسافروا نمشوا لفلوريدا يلا يلا باغي نمشوا لفلوريدا يلا واللي بيك اخي مرحبا دقيقه اوكي اوكي غيطفى غندير ايه عدل شارجر مرحبا مرحبا خاوتي الكراغله مرحبا وسهلا رانا عدل لكم دي دي كاس راني ما ناسينكم وشو يا ملكة وعند مهم الزهر اللي يسافروا فلوريدا البوطي البوطي يلا بوطي يا جدك يا البوطي البوطي الكرغولة يا روح البوطي يلا 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 بلا ما تبوطي على تلفون راح في البوطي انتم انا غادي يديروا الهجرة لعندك غيديروا غياب جماعي الله يبارك واللي بغى يمشي لفلوريدا يمشي عند نتوما لا يجدك كتسمع مزيان ياك ما كاين الصداع ديال الشارجر لكن غير الصداع ديالنا دابا يلا يلا سدوا المايكات اطاشي وتر سانتور اشتركوا
وشمايق قليل ولون سمايا ودمعي يسيل شوقي وهوايا وقلبي عاني مجبر تدوى والله ما شاء الله والله ما شاء الله ما شاء الله انا لي نقول لك عنا سافرنا معك يا وليد عمي والله الله اختي لك بغيت انا للضواو امين دابا دابا شو غنصفركم لسانكياماني اللي دوز سانكياماني والسيزياماني هاكو هاكا فلوريدا هذا إيجلز كاليفورنيا سي
هادي شنو هادي اغنيه تفكرت انا اغنيه ديال لوتيل كاليفورنيا هاي هاي امي هاي عاقب اثنين مراجنا بالمخيمات خيه خيرت انا عندي ديك صابلي كنت نعدلها في الرمل مر الخيمه والله العظيم من عندي خاصه شي 10 سنوات باش قالك الذكريات حنا عندنا ذكريات حنا فلوريدا يستاهل 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 تبارك الله ما شاء الله 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 فنان الله يبارك لكم في الكامب ستاند اوف ويز الجيريا يس Yes, of course. Yes, of course. Right, and so many of course. Right,
او سويفو والله هلا برد راسنا يا اختي وتهنينا من او سويفو الليلة والله الله هلا تهنينا من المشحيطة اليوم اللحاني والله لبنت شوفي قليمينات ومنا امين والله العظيم كان كل مشينا الريستورة وخسرنا 5000 درهم والله والله الا حق نشطنا وضحكنا وفرحنا وفرحنا بدي دخلت المغرب لدى القرقارات وجاب هذا الراجل مولي وسبحان الله ما كنا مخططين يعني لهذه الحفله سبحان الله ايه وجانا هذا الشاب ما شاء الله المغني ما شاء الله انا بغيت غير نقول كلمه يا حفيظ الله يطول عمرك عندكم هاو المواهب في المغرب وهذا الراجل احنا ما قد سمعناه في الراديو ما قد شفناه في التلفازة والله اللي عيب بحال هاو الناس هما الخاصكم تجيبوا في المهرجانات وهما الخاصكم والله وهما الخاصهم يبانوا وهما الخاصهم يندعموا والله اللي حق والله اللي عيب وعار صراحة ما عرفت شكون اللي كيطلب طلب جبال الريف ديال سعيدة فكري دوجا شاهد تاخر اوكي غنديرها انا قلميما ساكن في فرنسا ولد اكادير ولد تشيرا واخا ولد اكادير شوف نقول لك اخي شوف يعني كاين داك الناقص ما كيجيبوش الله يطول عمرك بحالكم نتوما اللي كتمثلوا المغرب في برا وبحالكم نتوما اللي خاصكم تدخلوا في المهرجانات وحنا نعرفوكم عن ما لي يجيبكم طمع ولا لي يجيبكم اي شيء يعني تجوا تمثلوا بلادكم وتجوا تغنوا علاش اللي عندكم ملكه الجاز العربي مغربية شلحة حتى هي نتفكر لكم اسمها قالوا بحال هاد الناس خاصهم يبانوا صراحة ونا الغمة هاي القرقارات الغرغارات هادو ما بقرقارات والله اللحظ خيال الله يحفظك فاش دخل ما كندخلش كاع بزاف في الليل راه اليوم نحني بلا بوق كل ما لقيتش الناس اي واحد يرحبوا به وحق الله الله يحفظك والله شوف حنايا فلوريدا حنا كاملين خوت والله العظيم فلوريدا حنا كاملين خوت ما عرفتو ما والو
ولكن تنحس بالانسان كيدير الداخل ديالو الجوهر ديالو الداخل كيدير. الله يكبر على عمرك. الله يكبر. دقيقه نشوفوا هذا ردوا ريدرونج هذا ولدنا هذا هذا معانا وخيرت سي ريدرونج سي حازن عمرك يا خليك معانا ضرب ضرب شي حاجه نعاونك ضرب نعمر لك غادي يكون ديكالاج كاين ديكالاج غيكون ديكالاج غير غني غني بوحدك ما كنغني حتى كنضرب سمعنا سمعنا شي حاجه انت بموسيقتك يستراح هو هذا الكتريك هذا الكتريك عندي الكتريك وعندي كلاسيك طايح اكمل اخويا راه طايح عندي الجيتار خصني نريقلو ها كنت غنعمر ليك الساعه راه ما يكون ديكالاج ما عندك مشكل غيكون ديكالاج الصوت واني مريم مريم مرحبا وسهلا تسمعوا الخليجي بغيت تسمعوا الخليجي خليجي الكرغولي سمعنا هاي سمعنا الدلع يا كرغوني الدلع يا تبونه خليهم يشوفوا علمهم وصول الكد علمهم وصول الكل هذه درسي بعيون الدلة يا تبونهم الدلة يا تبونهم خليهم يشوفون خليهم يشوفون علمهم وصول الكل علمهم وصول الكل هذه درسي بعيون ايوه الدلع يتبونهم خليهم يشوفوك ايوه ايوه خليهم يشوفونك خليهم يشوفونك علمهم بنظرك وشلون الخط يكون علمهم بنظرك وشلون خليهم يشوفوك علمهم أصول الكل علمهم أصول الكل أعطيهم درسي بعيونك أعطي درسي بعيونك صافي صافي والله زينة ما شاء الله هادي عدلت نهار اللي كان قال ديال مليار ونص في اليوم والله زين هذا معدلكم الرقاده علمهم يا كذبون ما عدلت لنا الرقاده فكرتني ها هو الجهه الشرقيه اهل شفت اهل وجده ولا شي عندي لكم واحد التيش الحكايه هضر على ايطلاس لانكا ايطلاس لانكا اودني شي ميرين وريتنا هيك hey,
ديديكاس لعمر. حتى من حياتي ايه دلع عليها ما تعيبوا على قولي وفعالي. خيرك ونازلة عنك ونازلة عنك. والله ما شاء الله زيد الله يبارك. الله يكفيكم شكرا. ايه حبيت نسقسيك عندك قناة في اليوتيوب ولا لا؟ عندك قناة؟ عندي قناة، عندي لي كليب ديالي وكل شيء كاين. بهذا الاسم بهذا الاسم حفيظكم بهذا الاسم. وعلى ما سير الكونت ديالك. راه دخلوا عنده. مرحبا. راه دخلوا عنده. لا نعطي نصيحة، ديرها في الكونت هذا، فهمتي؟ ديرها في الكونت هذا. هاد الكونت ديالك ديال التيك توك دير فيه اليوتيوب ديالك. اليوتيوب تاعك شوف تزيدها في شي كاين قالوا 100 ومنا البارامتر ديالك في البارامتر غتمشي غتلقى تشو اجوتي الانستغرام ديالك وحتى اليوتيوب. هيا ودخلوا عنده وقولوا لي عدلوا ابوني ومن طرف تمنى انا من بعد ندخل نشوف ولا دخلتوا ولا لا. يلا لازم تدخلوا ان شاء الله. ندير لكم واحدة حسانية ديال نبي الله نبيه. هاي سمعنا حساني. نبي الله نبيه نبي الله نبيه. اللهم صل وسلم على المصطفى. هلا بعشاق الطرب الحساني. أيوة خير كبيرة.
هيا بي الله بيه 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 خيا تيجيكم من فوق الراس 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 والله الا خيا بالها بيه ليا مولاه غالي منين يجيني سوال شفع لي والبويا وخويا وخوتي وقرب دمي يا روحي لا تتخمي هذا كم يغفر الله يا روحي لا تتخمي هذا كم يغفر الله بيه بي الله بيه بي الله بيه بي الله بيه نازل عنك اللهم صلي وسلم على المصطفى سلام يا إبراهيم إبراهيم سمعنا الأغنية اللي عد الفريدة ايه دريك انا عجبني لا واحد يسمع الصلاة على النبي ويقول لك هذه ديال مخينزو والله ما فهمت لا حول ولا قوه تسمع على على سمعنا تاع فريد سمعنا ديال فريد وان شاء الله يسمعنا الاخ اغنيه ولي نسمعكم مدحه زينه هاي والله ما شاء الله عندنا سهرة زين على نعايل ولاد عمي اللي خلاهم في الكركانات شوفي هيك انا خمسة وانا شوفي انا غاني لود لنعالتي غاي في الكركانات مراكبك نحو المدينة خياتي قاصدا مخيارة فريدو بل سلامي سلامي للحبيب اللهم صل على الحبيب المحبوب الشافي من الليل دواعي القلوب ومفرج الكروب سلام على من قال للرب من أنا قال أنت رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام سلام على قبر يزار من البعد سلام على الروضة وفيها محمد هذه اللي بدايه ديال الاغنيه وان شاء الله ولا نعدل شي اغنيه ونعدلها في البدايه ان شاء الله ان شاء الله والله زينه زينه ان شاء الله يا تمنى ويا يا جيوش تمنى هذه بدا كون عدلناها للبروغرام والله ما تطلع كيف تك والله صدفه خير من ألف ميعاد والله انتم تمنى سبحان الله كل يوم يكون جديد فاهم ان شاء الله
بدون جدول بدون شيء. الحاجه اللي اللي كتجيب وحدها هي اللي كتكون زوينه. لا لا انا كاد اللايف ديال تمنى والله لا يجي شوف هنا كيجيو الدكاتره يجيو الدكاتره يطول عمرك يا فلوريدا يجيو المغنيين يجيو الفلاسفه يجيو الشعراء يجيو لي الهبال من دولتهم الحمد لله كلشي اللايف الوحيد اللي جاب اللايف الوحيد اللي تلاقى العالم مع المكلخ عند تمنى والله لا وعدنا حتى فقرة المشحيطة الله يبارك زينة تاني فقرة المشحيطة واللايف الوحيد اللي يجمع المغرب من شمال والجنوب بدون تفرقة ويجمع بين البيضاني والشلح وانا نقول البيضاني والشلح وانا اقول الامازيغي البيضاني والشلح يجمع بين المغاربة بجميع اطيافهم وبجميع مقاماتهم اللي فيهم قاري والمو قاري وذا كامل خلاص الله يعطينا على قد قلوبنا ذاك اللي عندنا في قلوبنا وذاك اللي نبغوا للناس انا شي امريكا انا دعوتي دائما نقول ذاك اللي نبغوا احنا للناس ان شاء الله ربنا يعطيه لنا والله امين امين والله اللي بغيت لحد اخر الله يعطيه لي ويعطيه لمنيتي والله الله الله يخليها لك الله يخليها لك والله انا نبغوا الخير للناس سبق ما بغينا نرد وشي يا مليكه اللي نقول لك مسلم نيتك مولانا متاعها برضاك ومنيتك مولانا عاطيها وغانيها ومنيتك مولانا الله يخليها لك ومحضيه الله يخليها لك يا رب والله 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 العيون يا ورد الصحراء منك ما نبغى تبسامح لو كنت شفتي غاية لك وتقولي عني ما نبقي أنا بغي لك مولانا اللي عالم ايه هو صحراء أنا منك ما نبرى العيون يا ورد الصحراء أنا منك ما نبرى تبسامك لو كنت شفتي غاية لا تتحقي تبسامك لو كنت شفتي غيتي لا تتحقي العيون يا ورد الصحراء أنا منك ما نبرى العيون يا ورد الصحراء أنا منك ما نبرى وتقولي عني ما نبقي بغي لك من عالمي وتقولي عني ما نبقي بغي لك من عالمي منك ما نبرى العيون يا ورد الصحراء أنا منك ما نبرى تبسامك لو كنت شفتي غيتي لا تتحقي تبسامك لو كنت شفتي غيتي لا تتحقي نتمنى من الله بعد عنا الحزن نتمنى من الله بعد عنا الحزن وين صار السلطان بيهدي الأوطان وين صار السلطان بيهدي الأوطان العيون يا ورد الصحراء أنا منك ما نرى مشكورين حتى والله انه كبير ابدا هيا حابين تجيو عندي تجلسوا عندي تفطروا الصباح ان شاء الله الله يشرب الحريره الحريره شربوا الحريره والله شغلنا هي خيتي الساره لكم غدنا لنا خدامي روحي روحي قلع السارة لكم روحي شوفي شوفي نختمها بعد أنا شوفي بعد أنا ضروري من نختمها ضروري من نختمها بمدحة الحريرة على حسابي على حسابي إن شاء الله
والله لا لا شوفي واخا تكون ما عرفتش تكون على حساب تبعوا فلوريدا راه عايش في امريكا راه يلاه عنده النار قاعد راه عنده يلاه ست النار عندنا تسعود راه تسعود عندك تسعود حنا عندنا الربعه هذه الصباح ثلاثة ونص الله يفطر على حسابي واحد الله يتعالى على حسابي وخيرت والله لو خيرتي فلوريدا خيرت وخيرت المهم انا لا بدالي من نختم بالمدحه والله ما سالي تمنى ما سالي والله ما شوفي تمنى نمشي نقدو نقفلوا التعاريخ حنا دريك راه عندنا نقضوا ونطلعوا لا ديري التليفون في لاشارج وخليه يلا المهم حطكم في الثلاجه والله يلا عمالي خاصني راه وصلت الاذاعه ديال سميتو ديالهم والله راه وصلت الاذاعه ديالهم قليلين وين هادي شنو اكبر كبرين ندير لكم الفيديو ديال بليمين وصل صاي وصل الفيديو ابتدائي او ارسلوا لي في الخاص سمع العالتي زينة العالتي هاي كانت رقم 45 وسودة مع كينغا للسماء خليتها في القرقانات يوم 14 نوفمبر سنة 2000 فحد المغاربة دخلوا في القرقانات والدامة وخليتها أنا العالتي عندي واحدة هون في الدار يا غالي إله إلا الله ثانية واحدة في القاقات وانا راني ناشدكم يا اخوان الله يطول عماركم اللي جبقى منكم اللي جبقى منها والناس اللي تخطوا شو مغيتها حاجة الله يجيب هذي ولي نقولكم مسلة ثانية اقاهم فم قرصون احمر هكا وقرصون والدتي ابقى فم اللي الله يطول عماركم اللي جبقوا في صدقة والله جبقوا في بليدة الله يطول عماركم يجيبوا البر يشمفي لقيحة الوالدة يعملها كانت خوين زي غرمي مشكلة والدتي الله يطول عماركم اللي جبقى يجيب لي القرصون ويجيب لي النعالة راني قاعده ما تليت قد نحرك ولا تليت قد نجيس والله انا عندي مهبوله والله والله جاي مع المهابل انصفتوا الابره ياك انصفتوا الابره هو يصيفطوا لك معاه هو ما يقدرش يصيفط هيا قطع عني هيا قطع تمنى حاني علي تعطيني دقيقه ضروري نسمعوا دي المدحه وعقبها ما تلينا نقولوا كلمه نوفوها بمدح النبي الله يطول اعماركم محمد يلي ما تعرف محمد يلي ما تعرف غزوة محمد رسول عظيم ومشرف رسول عظيم ومشرف محمد صلى الله عليه يوم الحشر الخلق اللي يجيب هابس من كل بلد لبلد لا يسايل عرفوا فيه صلوا على الرسول تعالي عليه مكرر يا ذا من حد مد ايدي يا ذا من حد مد ايدي كانوا يصبر حسنات متدين
الله مشكورين يا إخوان الله مشكور يا حفيد والله مشكور مشكور حفيد مشكور الجميع اللي معانا مشكور فلوريدا مشكور فلوريدا الله يطول أعماركم جاني السينيال خرس جاني السينيال لن تعرفهم الله يرسمكم من ظهره يا نقوشه يسمعوا المدح ويسينيال ويلا قضي قضي سبق ما مشى هذا واني بيكم كاملين واني بيكم كاملين